ما بقى مشروعك يا معودين سندويش بناض يا معودين يا معودين والله ما لحق انطفي يا معودين والله ما ينطفي يعني هسه هاي الفرق وهاي جود كلها والله والله ماكو فائدة من عمليات الإطفاء وماكو فائدة لأن ما ينطفي هو معدن منا ومعدن منا والمادة المسترقة بالوسط نسكب عليها مواد الإطفاء لأن أبو عاد تصورت لو هاي المدينة هاي كبرها مصالح الناس هاي كلها سامح تربية احنا ركزنا على انه ما ينتقل الحريق للقواطع الاخرى ولا لو منتقل لهذا القاطع شو تنتقل القاطع الاخر وهاي وصارت كارثة كبيرة مدير العام ده 23 فرقة تعزيز لهنا والباقي على رب العالمين هلا يا حبيبي هلا يا فرقة سيدة مقتحمة بالناس كان جاية عاش كيدك انا تابعت جهدك والله يبارك رحمة الله.